عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي كدارين، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى نلقاكم بخير على خير وفي صحة جيدة. غادي اليوم كتشوفوا قدامي كاين قلع جديد وقلع قديم. غادي نقول لكم علاش كيصلحوا. الجديد طبعا غادي نصايبوه، و حتى القديم ان شاء الله ما غاديش نلوحوه، ما نستغناوش عليه، وغادي نوريكم اشنو غادي نديروا به. تابعوا معايا ونتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلا جيم لي لايك وابوني اللي ما مابونيش معنا طبعا في لاشين، ومرحبا بالناس الجداد معنا. تابعوا معايا الفيديو الى الاخر. اصدقائي صديقاتي غادي نبداو بجديد، طبعا ما فيهش اي خدمه بزاف، باش جديد غادي نزوقه، ما عرفتش نخليوه هكا، غادي نخيط ليه بهاد الدون تاعي ريبون عفوا، غادي نردو دائري. انا كنطويه شخصين، كنطويه على ربعه وعاد كنطويه مثلث بحال هاد الشكل هذا. وغادي نقطعو دائري، نقطعو ونرجع لكم. من بعد ما قطعتو غادي ندوز للمرحلة الثانية، وهي غادي نخيطو. وطبعا هاد الطريقة هادو ما غاديش نلوحوهم، غادي يصلحو لنا الحاجة أخرى. هذا هو الموضوع ديالنا، غادي نوريكم علاش غادي يصلحو. غادي ندوز دابا نخيط. دابا نخيط القلعه ديالي، غادي نخيطو بهذا اللون هذا حتى هو متوفر عندي، وركبت اللون الاخضر كذلك حتى في الماكينه. نبداو على بركة الله. كملت القلع في الخياطة ودزت دابا دوك الطريفات اللي قلت لكم غادي نوريكم شنو غادي نديرو بهم. دابا هما جاو بحال هاد الشكل هذا، فأنا غادي نفصلهم على مربع، وجبت معايا حتى هاد الخنيشة هادي. انا غادي نصايب معكم بحال كيما ممكن تقول لها سوتاس ولا شي حاجه بحال هكا. المهم بالك تحطيهم قدامك باش ما كتوسخيش هاد الطبله، سورتو الا كانوا عندك الدراري الصغار. تابعوا معايا. ثم بعد ما كملت التفصال ديال دوك الطريفات اللي كنت اللي زعما معظم الناس كيلوحوهم، قطعتهم على شكل دوائر بحال هذا الشكل، وديك الخنيشه البيضاء اللي وريت لكم حتى هي قطعتها على شكل دوائر. دابا غادي نبدا نخيطهم بحال هكا، غندور عليهم الطونطيل، وقطعت المربعات كذلك بحال هكا. وكان عندي واحد الطريف في الدار هاد شي تلاوح مسكين، حتى هو ودا قطعته مربعات على قدو. ودابا غادي ندور عليهم بهاد دونك. تابعوا معي. ودابا كما كيبان لكم جات النوبه ديال القلع القديم. دابا غادي نقطع، غادي نبدا نقص منه الطريفات اللي زوينين، غادي نحطهم اقرا.
البنا شنو غادي نديرو فيها حيت الشام تما كيمشطو بشرد هنا قطع من هنا هاني نضرب بالموس هنا هاني غادي نحيدو كاع دوك البلايص لي مقطعين وغادي نحتفضو طروف عصاينين وزوينين بيهم باش غادي نخدمو متمشيش بعيد. من بعد ما قطعت الطريفات لي زوينين غادي نصيب منهم لي كاش بلاطو وغادي نصايب لاطخوس. لاطخوس غادي تلقاو العنوان ديالها في صندوق الوصف غتلقاوه لتحت هنايا. دابا غادي نوريكم لي كاش بلاطو اللي غادي نصايبو. قطعت على شكل دائرة وعلى قد البلاطو اللي عندي كبير والبلاطو اللي صغيور. هاهو هانتوما تابعو معايا أصدقائي صديقاتي. نفس الطريقة اللي غادي نخدم معكم هذا ديال البلاطو الصغير نفس الطريقة اللي غادي نستعمل بالنسبة لهذا ديال الصينية الصغيرة وحتى ديال البلاطو الكبير. يعني نفس الطريقة اللي غادي نستعمل معاهم كاملين. دونك غادي نخدم معكم هذا وانتم شاهدوا معايا كيفاش غادي نخدم. أصدقائي صديقاتي هذا هو الخلاصة ديال العمل ديالنا. صايبنا القلع والطريفات اللي شاطو منه اللي كنا فاش كنا كنفصلو كما كيكون في الفيديو. احنا صايبنا منهم هادو ولي سوطاس خرجوا لي منهم بزاف وحدين اخرين. هانتوما هانتوما حتى بالنسبه للقلع القديم يعني واخا مقطع مشرق ما فيه ما يدار خرج منه شي طريفات. هانتوما درت منه الصينيه. هانتوما كتجي مزيونه. درت منه البلاطو والبلاطو الصغير ديال الماء حتى هو كذلك. بلاصة تجيو البراد دابا نوريكم في فيديو اخر ان شاء الله كيفاش كنصايبوهم. وأدروسة باش كنجمعو الادوات وداكشي. اصدقائي صديقاتي وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا. نتمنى يكون عجبكم الاقتراح ديالي بالنسبة للقلع الجديد والقديم ونقول لكم الى اللقاء بفكرة جديدة ان شاء الله وفيديو جديد. وما تبخلوش عليا بلي جيم او لي لايك. وبالنسبة للناس اللي ما ابونيش معايا يتابوناو ونقول لكم الى اللقاء.